التمرير ديالو السنه الماضيه بطريقه خارج القانون، وللاسف الشديد انه خرج في الجريده الرسميه مع انه لم يكن من الناحيه القانونيه قد استوفى جميع يعني الخطوات القانونيه. لا يمكن بطبيعه الحال ان الا ان نتمن وثيقه بحال هذه. ما عرفتش علاش تم رفضه بالساحل، كان ممكن يكون مخطط توجيهي مدينة عرائش ولا شحال بحال هكا في الناحية القانونية عندها السمة ديالو، ويربطوه بمدينة عرائش لأن مبنى عندنا الساحل بحال اللي قايلو شوية. المشكلة الآن ليست موجودة في الأهداف المحددة. الإخوان اللي استغربوا قالوا هادشي واش غيكون في العرائش؟ هو السقف الزمني ديال المخطط ديال التصميم المديري عادة هو 25 سنة كحد أقصى. الآن الشعارات اللي مرفوعة ما يمكنش نختلفوا فيها، ما يمكنش نختلفوا على تتمين المدينة القديمة، ما يمكنش نختلفوا على التراث، ما يمكنش نختلفوا على مجموعة من الأمور. لكن الآن شنو هي القدرات ديالنا في مدينة عرائش وفي التجمعات اللي مرتبطة بنا أننا نقدروا نزدوا هذا المشروع هذا. ولذلك أنا أدعو أن يعني تقدر تكون ملاحظات تقنية، تقدر تكون مجموعة من الملاحظات اللي عندها علاقة خاصة احنا كنعرفوا مع الان نزول الميثاق لا تمركز الاداري، بمعنى اخر تقدر تولي واحد شويه ديال المصالح الخارجيه تولي عندها القدره على المبادره على انها تقترح الى غير ذلك. ولكن في نهايه المطاف احنا كسياسيين شنو هو السقف ديالنا اللي نقدروا نوصلوا فيه هذا المشروع بحال هذا؟ واش عندنا الامكانيات؟ واش عندنا الاراده؟ لان مع الشعارات يعني الضروره ان عندنا اراده سياسيه. طبعا الحل يمكن تتمين هذه الوثيقه، ولكن كنتمنى تكون الاراده السياسيه هي اللي حضر ماشي شي حاجه اخرى. شكرا.